مساء الخير يا جماعة وأهلا وسهلا فيكم. بتعرف المثل اللي بيحكي بلغ الثين الزبا؟ أنا هذا المثل بينطبق علي 100% اليوم، لأنه فعلا بلغ الثين عندي الزبا. لما كل الناس من وقت استشهاد البطلة شيرين أبو عاقلة مشغولة بأن نترحم عليها ولا ما نترحم عليها، يعني هاي قصة لحالها. ولما توصل فيكم انه تعلقوا للاشخاص اللي بترحموا عليها بكلمة اتقي ربك، يعني انا لما اصحى الصبح الاقي ردود على التعليقات اللي انا معلقيتها عند صورها اتقي ربك، ما هي نصرانية ما بصير تترحمي عليها. عفوا، شو يعني تقوى الله من وجهة نظرك؟ شو يعني اتقي ربك؟ شو يعني اتقي الله؟ شو يعني التقوى؟ تقوى يعني تنزع الرحمة من قلوبنا، ننزعها خلاص، يبطل عندنا لا رحمة ولا شفقة ولا إحساس ولا شعور. هاي تقوى الله بالنسبة لإلك؟ تقوى الله إني ما أدعي بالرحمة لإنسانة صارت بين إيدين الله اللي أحسن مني ومنك، وهو القادر يرحمها ويغفر لها، هو اللي موازين الدنيا عنده، هو اللي مصيري ومصيرك ومصيرها ومصير كل البشر بإيده، هو الخالق المدبر الحاكم المتحكم، مش أنت ولا أنا ولا انت بطلع لك تحكم علي اذا انا عندي تقوى لا ولا لا. انا بتقي الله اكثر منك، لانه انا لسه الانسانيه حيه جواتي. انت ماتت الانسانيه جواتك، او انت ماتت الانسانيه جواتك بصراحه. يعني الاشخاص اللي بفكروا بهالطريقه ما عندهم انسانيه، حتى الحيوانات بزعلوا اذا شبهناهم فيهم، بمنتهى الصراحه وبمنتهى الوضوح. في حيوانات رح تزعل اذا تشبهت بهيك بشر، حتى الانسانيه نزعت، حتى الانسانيه بطلت موجوده. خلوا عندكم حس إنساني. بعدين أنتوا شو عارفكم أنا بتقي الله ولا ما بتقي؟ إنه عايشين معي أو كنتوا عايشين معها، عارفين إذا هي بتتقي الله ولا ما بتتقي الله، عارفين شو الخير اللي كانت تعمله؟ مش عارفين أنتوا، ولا عارفين أنا شو بعمل خير، ولا عارفين كيف علاقتي بربي، لأنه هاي العلاقة بالذات هي علاقة كلها خصوصية خاصة بالعبد ورب العالمين، بس هو اللي بيعرف إذا هذا الإنسان يتقي أم لا يتقي. وعلى فكرة صحيح الطقوس ضرورية، الصلاة والصيام والحجاب والزكاة كلها طقوس ضرورية لكل دين، وكل دين إله طقوس الخاصة فيه وإله شعائر الخاصة فيه اللي لازم تتأدى وعلى الوجه الصحيح، وهي اللي بتعطي خصوصية لكل دين. أنا معكم 100%، بس مش كل إنسان لبست حجاب أو صلت أو صامت أو صلى أو صام أو زكى أو 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 عنده دين. وهذا لا يعني انه مش لازم نأديهم، لا لازم نأديهم، فرض علينا نأديهم، لانهم اركان الاسلام اللي احنا كنا مؤمنين فيه وكنا تحت مظلته. وكل دين لازم يؤدي شعائر دينه الخاصة فيه حتى يعطي خصوصية لدينه وخصوصية لحياته وقرب لرب العالمين بدينه الخاص فيه. لكن هذا مش دليل كافي على انه هذا الانسان يتقي الله. تقوى الله قبل كل اشي هي الرحمة، الرحمة والمحبة هي تقوى الله. ما بتقدروا تحكموا هذا بيتقي الله او هذا لا يتقي الله لمجرد انه الحس الانساني عنده عالي، مش انتوا اللي تحكموا. وفي نقطه ثانيه اهم من هاي النقطه، ويمكن هي السبب الحقيقي بنشر هذا الفيديو اليوم. يا جماعه الخير، انتوا ناسيين النقطه الاهم، ناسيين انه العدو اللي احنا مش عارفين نتخلص منه الا عشرات السنين، اللي هو اسرائيل، الله يكسرهم ان شاء الله. احنا مش عارفين نخلص منه ببساطة لانه احنا نفسنا مش عارفين نتوحد. اذا لما تستشهد انسانة مش عارفين نترحم عليها ولا ما نترحم، كيف بدنا ننتصر على هذا العدو؟ كيف بدنا نخلص منه؟ اعطوني بس طريقة واحدة تخلصنا منه اذا ما اتحدنا. اصلا عدم تخلصنا من اسرائيل لحد اليوم والسبب فيه عدم اتحادنا. لو الدول العربية اتحدت، لو القيادات العربية اتفقت على انها تخلص من هالمصيبة اللي انزرعت بوسطنا، من زمان كان خلصنا منها وما وصلنا لهذا العدد أصلا من الشهداء والضحايا اللي راحوا ضحايا الوطن تبعهم. بس على فكرة الاستشهاد بسبيل الوطن شرف، وهي نالت شرف كبير. وإذا بتنتبهوا جنازتها ضاهت جنازة ملوك ورؤساء. هل سألتوا أنفسكم ليش هاي الجنازة كانت هالقد كبيرة؟ أوعكم تقولوا لأنها صحفية مشهورة، لا، في خير في حياتها هي عاملته، رجع لها بهذا الشكل العظيم من الناس اللي ترحمت عليها وعملت لها نصب تذكارية ووزعت زهور عن روحها. ما بتعرفوا الخير اللي هي سوته. فلا تتهموني اني لا اتقي الله بس ببساطة لاني ترحمت على انسانة هي بين يدي الله
وهو اللي بيتحكم بيرحمها او لا مش انتو. ربنا ما حط نواب عنه. اوعكم تفكروا انه انتو بمجرد انكم صليتوا ولا صمتوا ولا زكيتوا ولا عملتوا اي اشي بتعلق بالدين يعني انتو صرتوا نواب عن ربنا وبتقدروا تحكموا مين بفوت الجنة ومين بفوت النار. ما حدا بيعلم مين بفوت الجنة ومين بفوت النار غير رب العالمين. تقوى الله هي المحبة، تقوى الله هي زرع الرحمة جوا القلوب. مش نتشبه ب عفوا يعني نكون لسه أحقر من الحيوانات بإنه تنتزع الرحمة من قلوبنا وبس. وضلوا بألف خير. وهذا آخر فيديو رح ينتشر حول هذا الموضوع، بس لأنه الموضوع فعلا صار مستفز وبطل قابل للاحتمال إطلاقا. تقوى الله بين الله والعبد بس، ما حدا بيقدر يحكم عليها.